يا اخوان الليله السيت اب ده جديد، السيت اب ده بس يعني حبيبنا عمر ده الصورة برضه يعني واضحة من بعض كده، واضح الصوت كده يا شباب، الصوت كده واضح، بس نبهونا في التعليقات على اساس انه لو الصوت كده كويس يا شباب. ايوه كده واضح. طيب معناه خلاص خدنا الصوت من بره، كده الصوت بقى واضح، ده كلام جميل جدا جدا. فطيب يا عمر، احنا كان بدينا الكلام ده بانه جبنا لعمر الشاي وقلنا له اخي انت ليه شاي بغير سكر، يعني على اساس انه دي احنا في عمر كده بتاع انه والله السكر ده ممكن يبين لك هو براه في عمر كده، انا ما ادري عن نفسي الموضوع. قبل لنا ده. فقام قال لي يا حسن الكوبايه على كتير عشان ما تقول ما عندي اي حاجه يعني. الله يحفظك. الله يبارك. فالمهم فبدينا بالحته دي بتاعت انه قال لي لما انا اكون جاي موظف واوري انا عمري كم، طوالي بتاع الموارد البشريه ده بيعاين بالشكل ده له تامين صحي مش كده؟ لانه هو في عمر عنده ريسك بتاع انه يستلم السكري، يستلم الضغط، يستلم ما كل المشاكل دي. لكن كمان الزول ده بيكون في عمر عنده اولاد، اولاد برضه دايرين تامين صحي وبتاع. ورينا الكاتيجورايزيشن بتاع العمر ده كيف نظامه، كيف من ناحيه موارد بشريه. نحن بس دقيقة كده نعيد بوينتس معينة تكلمنا تمام عنها يا هسه، ريت. اللي هو احنا بدينا بالسايد الشخصي بتاع المعلومات الشخصية. أنا بس هنا داير أعيد أقول إنه الموضوع أساسا فيه الجوانب القانونية، اللي أنت لو ذكرت عمرك أو وضعك الصحي أو التفاصيل دي لياته مسافة مثلا أنت ساكن قريب من مكان الشغل أو خلافه، من الممكن إنه الحاجة دي تأثر بشكل أو تاني على قرار الشخص المسؤول من التوظيف. عشان كده في بعض الدول بتمنع إنه الحاجات دي إنه هي تكون مذكورة عشان ما تخلي الريكروتر يتأثر أو كده. وبالمقابل أنت لو حسيت إنه الريكروتر ما أخذك عشان عمرك أو كده، منين حصل الديسكريميشن السلبي ده، انت من الممكن انه تقاضي المؤسسه دي او كده. ختمنا كلامنا قبل شويه لما كان الصوت ما واضح بانه في بعض الوظائف انت من الممكن يعني مثلا ذكرنا والله زي انه لو عندك مطعم مثلا بيقدم وجبات هنديه، انت ممكن تقول والله يا اخي انا داير وظيفه بتاعت ويتر يكون هندي لانه الكاستمر بتاعي هنود، وداير وظيفة طباخ برضو يكون هندي لأنه أنا بعمل وجبات هندية. هنا ممكن يحصل ديسكريميناشن مثلا سلبي جدا، لأنه ممكن يجيك شخص سوداني أو تركي أو خلافه يقول لك أنا في الطبيخ بنافس الهنود، بطبخ الأكل الهندي ذاته، فأنت ما ممكن عشان أنا ما هندي ما تأخذني، فده هنا ممكن يخش معاك في قضايا كبيرة شديدة. لكن مثلا الويتر لأنه فيها جوانب ثقافية وكده ممكن تقول لا انا والله كاستمر بتاع هنود ده زول بيتكلم معاه هندي، ممكن يجيك زول ثاني يقول لك انا بتكلم هندي، لكن في جوانب ثقافيه ثانيه بتتعلق بشكل علاقه الويتر مع الكاستمر وكده، دي انت من الممكن انه شو تدافع عن وجهه نظرك في انه انا هنا لازم اوظف زول هندي يعني. لكن في اشياء بتكون واضحه جدا جدا انت تقدر تدافع عنها، اللي هي موضوع العمر ده، انه انت داير سيت اوف سكيلز معينه، نو هاو معين، نوليدج معينه، ممكن تتلاقي عند زول عمره 20، ممكن تتلاقي عند زول عمره 50، فانت هنا ما بتقدر تميز ما بين الناس دين، واذا اتخذت قرارك بانه ده زول كبير انا ما هعينه او ده زول صغير ممكن يكون كده، والشخص ده كان هو كفء من ناحيه تكنيكال او كده، من الممكن انه شنو يقاضيك وانت تخسر القضيه. فمينلي في الدول دي دائما الافضل انه انت ما تكتب الحاجات دي عشان ما تاثر على الريكروتر في انه هو يقوم يشوف المعلومه يقوم بناء عليها يتخذ قرار منه هو يقوم يستبعدك بدون ما يذكر لك اسباب، وتبقى انت فقدت الفرصه بتاعتك. وان كان هو طبعا من خلال السي في والداتا القاعده انت من الممكن تعمل كالكوليشن بسيط تصل لانه الزول ده في يا تورينج من العمر مثلا، يتخرج سنه كذا ما عارف، المهم بتتذكر معلومه معلومتين، او الزول ده خبرته اشتغل في الشركات 15 سنه، فبالتالي لو هو قرا جامعه عمره بيكون 20 زائد 15 مع الزول ده في 40 مثلا 40، هو يستنتج ما مشكله، لكن انت ما تقول له لكن انت ما تقول له عشان ما تاثر على قرار. ما في تكبر بعض عليه. الدول زي ما قلنا زي السودان وكده وبتاع القرارات دي ما يعني لانه لسه قانون احنا شغالين به مثلا قانون العمل بتاع 97، انا ما عندي فكره عن القوانين المدنيه الثانيه، لكن الحاجات دي ما قاعد تكون دائما
فيها ليجل ايشوز بالنسبه للريكروترز، يعني ممكن يستبعدك عادي بدون ما يقول لك اي حاجه، ما فيها درجه بتاعت افصاح كبيره بتاعت انه انا ما شفتوني ليه او ليه استبعدتوني، او انه انت ما تكون عارف انه الزول ذاته الشهر بتعمل ده، او ممكن يكون برضه انه مرت علينا تجارب كثيره بتاعت ظلم، انه ناس اخذوا ناس فانت بس بتقول والله يا اخي ما شالوني خلاص، يعني ما عندي رزق ولا عندي نصيب يعني. ما عندي نصيب وما عندي كده، وانه هم شالوا زول الدائرين يعني هم حرين، مثلا شركته هم حرين فيها يعني، لكن حتى لو هي شركته هم حرين فيها في جوانب قانونيه كثيره الناس المفترض انه يخطوها ببالهم. السؤال اللي كان قاله دكتور انور اللي هو في البنفيتس مثلا بعد ما انا اتعين وكده وبتاع هناك، اللي هو كنا بنتناقش في انه كل عمر عنده طلبات، يعني الليلة انت مثلا ممكن تكون خريج جديد بتفتش عن خبرة، مثلا الخبرة في الغالب ممكن دائما الناس بيتكلم عن المتوسط اللي هو بتاع 5 سنوات مثلا، فاذا انت تخرجت من الجامعة عمرك 22 سنة وتوظفت طوالي بيبقى لحد نهاية العشرينات انت في الوقت ده بتبحث عن الخبرة، لكن اللحظة دخلت الثلاثينات مثلا بتبقى بعد ذاك انت بتبحث عن القروش، فبالنسبة لك بتكون القروش أهم من أي حاجة تانية، لأنه أنا خلاص عندي السيرتيفيكيتس وعندي الخبرة وأنا خلاص داير أبني بعد ده حياة وداير أعمل بيت وداير أعمل عربية وخلافه، فبالتالي أنا بالنسبة لي هنا القروش هي المهمة، وهي اللي بتحدد قرار إنه أنا ذاته أقدم لك في الجوب دي ولا أقبل ذاته بالأوفر بتاعك وكده. فانت هنا ذاتك لما بتجي تعاين بتعاين كريكروتر مثلا، لانه الزول ده في رينج بتاع عمر وطوالي بتتخيل انه هو محتاج لشغل بيفتش له يعني ده. لكن مثلا بعد ما تتجاوز ال 35 بيبقى بالنسبه لك موضوع القروش المفترض يكون ضن، يعني اتوظفت من كم و20 ولقيت خبره وبعد ذاك لقيت قروش، ممكن تخش بعد ذاك في السايد بتاع السيلف استيم والساتسفاكشن لنفسك، فبيكون داير لك بوزيشن كويس فالمفترض تترقى تاخد تايتل بتاع مانجر خلاف وكده. الحاجات دي ممكن تمشي معاك لحد ال 40، بتبقى بعد ذاك تاني انت في تفاصيل تانية مختلفة تماما، اللي هي اولها بتبدا بعد ذاك في انه انت هنا بتفتش في الميديكال الكويس، الشركة المستقرة اللي من الممكن انه يكون معدل الريتنشن بتاعها عالي جدا جدا وانت تقدر تقعد تشتغل معاهم 5 6 7 10 سنين، بيكون بعد ذاك عملت اولادك محتاج بنفيتس بتاعت سكن اكثر من انه كده، ودي من الحاجات اللي بعتقد بتواجه الناس كثير شديد في الخليج، فعندما انه ممكن يقبل بمرتب بسيط لكن يكون في سكن مثلا، او انت كبرت زي ما بدينا كبير عندك سكري عندك ضغط، فبالتالي بالنسبه لك تأمين الصحي مهم. التامين الصحي مهم مثلا، او تكون انت بتعين امك ابوك زوجتك عند اي مرض او واحد من اولادك عنده اي مرض، فبالنسبه لك ده بيعتبر من الحياه اللي انت محتاج شنو سكيور وتخط الحته دي في حته امنه بدون ما تحصل لك اي مشاكل. فمثلا حتى لو في تامين صحي مرات بتقول بيشمل الام والاب بيشمل اولادي، لو حتدوني تعليم مثلا حيشمل كل الاولاد نغطيهم بنسبه في 100% المدارس الحكومية والمدارس المدارس الخاصة. الخاصه، او حادفع جزء وانتم حتدفعوا جزء، الكلام ده كله بيبدا دايما في الفتره بتاعت الاربعينات لانه خلاص انت هنا حساباتك مختلفه، يعني اتجاوزت فتره الاربعينات دي تاني انت بالنسبه لك بتكون لا بتفتش في خبره لا بتفتش في رجوني لا بتفتش في هنا، بتكون بعد ده بالنسبه لك الشركه الراكزه الكوميونتي الكويس الاصحاب الكويسين حكومة الانفايرومنت تاني زي الحكومة ده انا اشتغل في الحبوب في الخليج حكومة في الخليج. فبعد ذاك انت بتبدا تفتش في تفاصيل تانية، انا خلاص بتكون اسست انت البوزيشن بتاعك خبرتك كويسه قروشك كويسه رتبت حالك من ناحيه بتاع التامين خلافه، بتبقى بعد ذاك في موضوع اللي انت تسستين الحته اللي انت وصلت لها دي فترة مشكلة. لاطول فتره ممكن. طيب الآن جو شباب من السودان، جو هنا في مختلف المجالات، جو من شركة دالدي وهنا جو هنا ده بخبرات كثيرة جدا وخبرات شوية يعني مختلفين يعني. فيهم ناس الواحد بيكون مصر انه يشتغل في مجاله، فيهم ناس بيكون مصر انه يشتغل في بوزيشن قريب للبوزيشن كان عنده في السودان. فيه يعني بتلقى كل السيناريوهات. ففي بعض الأحيان في ناس بيفوتوا فرص لأنهم مصرين على حاجة محددة. أنت أسي كزول مدير موارد بشرية وقاعد في السودان، الظروف الحرب دي عايشه في السودان، واسي جيت الخليج عينت هنا الامور كيف وبتاع، يعني كلنا عندنا اهلنا هنا وهناك وكده، فشنو النصائح اللي ممكن تديها لشباب قاعدين يستفيد دوحه في قطر دي ولا في غيرها؟
بس اقول حته مواصله لحديثنا اللي قبل شويه، اللي هي تمام حته ان انت برضه كل ما كبرت وحاجاتك بقت متغيره بالنسبه للامبلوير، انت برضه فرصك ممكن تبدا بالمقابل تقل بشكل كبير شديد، لانه كل الحاجات اللي انت بتبدا تفتش عنها دي هي بينظر لها عند الامبلوير بانه هي كوست اضافيه، سواء كان مدارس، تأمين بيت، صحي. تامين صحي كده. عشان كده بتلاحظ انه اغلب الامبلويرز بيفضلوا دائما الشباب، لانه ارتباطاتهم ما كثيره، احتياجاتهم ما كثيره، ومن ناحيه بتاعت كوست بيكونوا كعيب، من ناحيه خفيف. تكاليف اخف، يس اخف شديد. يعني انت ممكن تجيب زول لسه ما متزوج، فبالتالي يا ممكن يسكن سكن تشاركي او ممكن يسكن في سكن صغير، يعني ما زي الزول عنده اسره وعايز يجيب اطفاله وعايز بعد ذاك يخش معاهم في مدارس وبالتفاصيل التفاصيل الثانيه يعني. لانه ذاته الامبلويمنت كوست في الغالب بتكون حاجه عاليه شديده، يعني انت بتتكلم عن نفر واحد، لكن بعد ذاك على حسب حجم أسرة. المنشاه وحجم المنشاه، يعني في الاخير ممكن يكونوا 30% منا مثلا ناس متزوجين، لكن في ال 30% دي في 10% انا مفترض اني اوفر لهم سكن او اغطيهم بتامين صحي او تجد نعم. القصه دي عباره عن تكلفه كبيره شديد. تخيل لو منشاه فيها 1000 او 2000 او 3000 موظف، يعني ال 10% اللي بتكلم عنهم دول لو 300 شقه، 300 شقه وكل واحد عنده طفلين دارين يمشوا المدرسه، دي ممكن يوصل 600 طفل. الكوست دي بعد شويه بتلقاها كده حاجه انت لما تحسبها ضخمة. حاجه ضخمه جدا جدا، وفي انت بتخش في حاجات ابعد من كده، بتخش في تذاكر سفر كده. فانت كل ما مشيت في العمر، ودي الحاجه اللي بدينا بيها النقاش، كل ما كبرت في العمر متطلباتك زادت، بتبقى صعبه جدا جدا للشركه انه هي شنو توفي بالالتزامات دي. فده اللي بيرجعنا للحته بتاعت انه الامبلوير ده او الريكروتر ده ممكن بعد شويه موضوع العمر ده يكون بالنسبه له عامل حاسم جدا جدا، اظن في الاربعينات ده معناته عنده مرأة، عنده شفه، عنده مدارس، عنده التزامات كتير شيء. والله يا اخي ده هيطلعوا لك شغل، انا زول لا شباب تعرف. كده في اعمار العشرينات يكونوا لسه خفيفين، زول كاتب سنجل، اي زول اي زول كاتب متزوج ده لانه بعد فتره حيكون عنده التزامات ثانيه يعني. فهي دي المشاكل الممكن ممكن تمام تعمل لك ديسكريميشن. الناس ممكن تعمل طيب ديسكريمينيشن. بالنسبه للسؤال الثاني بتاع انه الشباب النصائح شنو ممكن يستلموها، يعني انت زول بتاع موارد بشريه، انتوا عارفين موارد بشريه اكثر ناس محبوبين بعد الاي تي يعني. هو الواسطه. طبعا هي مجموعه بتاعت نصائح، لكن هي اولا انه لو انت عايز تحافظ على الكارير بتاعك ذاته، المفترض طبعا تكون مؤهل وقادر تنافس، لانه انت لو بتنافس في سوق اكس مثلا اللي هو السوق السوداني، وانت هناك الرانكينج بتاعك يكون مثلا من التوب، مثلا من الممكن انه انت لما تيجي لسوق ثاني اللي هو واي مثلا في الخليج، ممكن تلقى نفسك انه انت ما قادر تنافس لانه الرانكينج بتاعك تعبان مثلا، لانه نوع الشهادات نوع الخبره. ودي الكثير بنلاحظها هنا مثلا، انه الناس بيكونوا دايرين شهادات انترناشونال، ممكن ناس تكون عندهم، لكن ممكن يقول لك لا والله دايرين خبره بتاع الخليج مثلا، انه انت اشتغلت قبل كده في الخليج، لانه عارف البيئه بتاعت الشغل، ثقافته، التفاصيل زي دي يعني. فانت محتاج السوق الماشي ده وده تدرسه وتعرف انه هو محتاج لشنو، والافضل انه تجيه جاهز، لانه انت عشان تجي تجهز في السوق ده يكون عندك السيرتيفيكات او يكون عندك الخبره او خلافه، ممكن تاخذ زمن طويل شديد، وبيحصل بعد ذاك الاحباط بتاع انه انا ليس انا وليس لدي ما لقيت وظيفه، او انه انا كنت هناك في الميدل مثلا مانجمنت ولا في التوب مانجمنت، اجي هنا ابدا تحت من سكراتش. تحت. ويلا عشان تبدا من تحت دي اللي هي هترجع برضه للحته بتاعت العمر، في انه تحت دي في زول ممكن يكون فريش جراديويت ب 2 3 ايرز قادر تو دو ذا سيم الجوب بتاعتك دي، فالافضل نجيب الزول ده من انه نجيب زول عمره مثلا ثلاثينات وثلاثينات واربعينات. الامبلوير ذاته في العمر ده لما كده هيشوف انه ما حيقدر يدخلك في اي ريتنشن سكيم، لانه انت اصلا زول ما خلاص وديتك كده جربت ريتيشن سكيم ده عرفته. ريتنشن سكيم، يعني انه انا الزول ده زول خطير انا داير يقعد معي فتره طويله. يلا فتره طويله دي مربوطه بالعمر، لانه مثلا اغلب القوانين لما تحصل 50 مثلا انت ممكن تنزل معاش اختياري مثلا، معرفتك زايده لكن مثلا عندك قدرات ثانيه ممكن تبدا تقل، او حتى لو قدراتك دي ما قلت الكوست بتاعتك بتبقى شنو؟ بتبقى عاليه، ما زي لما انت زي هسه مثلا الجراديويتس بروجرامز اللي بتتعمل في السودان وفي كل الدول، في ان انت بتجيب زول صغير بيكون عايزه يمشي معاك لحد عمر ال 50، فبالتالي لو جاك عمره 22 سنه عشان يتم ال 50 بيقعد معاك فتره بتاعت شنو بتاعت كم 20 سنه. صحيح صحيح. فده الريتنشن سكيم بتاع انه الزول ده بيقعد معاي وانا بدربه وباهله، بيبدا من البوتوم لاين بتاع الاستراكشر بتاعي ده لما يمشي على التوب مانجمنت. لكن لما يجي زول في عمر 40 ده لو
كده هيقعد 10 سنة، ما زي الزول هيقعد معايا يعني. بلس انه انا ما ايوه ممكن يجيني زول في عمر كم 40 و50ات وده تو انفست فيه بشهادات وادربه وكده، وانا عارف انه الزول ده احتياجاته مختلفة، من الممكن بكرة لو لقى ميديكال في حتة تانية احسن، بشروط عمل احسن، ممكن بكرة فعلا ما بكون في لويالتي كاملة، ما بكون في اللويالتي يكون الكامل، قاعد معي زي يقولوا طرف البمبر. ها بس لانه احتياجاته كثيره ومختلفه يعني، ما زي الزول ده كان بيكون لسه داير خبره، داير بوزيشن، داير كده، وبيبدا معاك الطريق. فالفكره دي هي بتقودنا للحته بتاعت انه واحده من النصائح برضو، انه هل انا جاي الخليج وداير اواصل في نفس الكارير اللي انا كنت فيه في السودان، ولا عندي فرصه بتاعت انه انا اغير؟ لان انت حتى مثلا لو كنت مهندس ممكن تكون هناك كنت مشرف او مدير، انت كده يشفت الكارير بتاعك لمانجمنت. لمانجمنت اكتر، تقوم تجي هنا تقبل بس بوظيفه مهندس، ثاني رجعت تكنيكال. للسايد التكنيكال يعني. يلا التكنيكال ده ذاته عنده ضرائب، بتاعت ان انت عشان ترجع محتاج تريفرش حاجاتك، تقدر تشتغل بيدك، تقدر تنزل في الفيلد، ما زول المكاتب، ما التفاصيل دي. دي بتربطك برضه بالعمر بتاع انه هل انا في عمر مناسب لانه انا اعمل الكارير شيفت ده يعني، ثاني يعني هنسى ده الخمس ست عشر سنه اللي فاتوا دي عشان ابدا لي ثاني في مجال مثلا في مجال جديد، ولا والله انا عمري ما بيسمح بالكلام، والتزاماتي ذاتها شنو ما بتسمح بالكلام. في حاجات مرات سريعه اللي هي مثلا كانوا زمان ناس بيعملوها، اللي هي بتلقى مهندس عمل ام بي اي، عمل له ايوه سيرتيفيكيت في حته ثانيه بي ام بي. بي ام بي، المهم بيكون عنده رينج كبير كده بتاع انه هو من الممكن انه يعمل 10 حاجات كده ده. ودي على ما اعتقد هسه في الجنريشن الجديده دي بقت سهله، وبيقولوا الامبلويرز ذاتها ما بينظروا لها زي زمان. زمان مثلا كان حكايه انه الزول كل سنه بينط من وظيفه لوظيفه، دي كانت من الحاجات مشكلة. السلبيه مشكله. هسه بقت الجنريشنز الجديده دي هو بل بالعكس، دي الطبيعه حقت الناس صحيح كده، انه الناس ما بتقعد فترات طويله في البيزنس، عشان كده السكيمز بتاعت الريتنشن انه انت مضطر تقعد معانا فتره طويله بتتعرض لك، وان انت لازم تقعد وبنديك وبنعمل لك حتى وكده. يعرضوا للناس شيرز في الشركة نفسها يس أساس ايوه إنه يقعدوك يعني. ايوه في المدرسه اليابانيه بتاعت المانجمنت دي مرات مش شير بس، حتى اولادك لو 20 سنه واولادك يتخرجوا من الجامعه من الممكن طوال يبدوا يوظفوهم معاك في نفس الشركه، فبتلاقي قصه في اجيال اشتغلت في شركه واحده، واحد ابوه وجده وكده كلهم اشتغلوا في نفس تويوتا الشركه يعني. وسامسونج يس وكده. دي عشان انت تكيب النولج عندك وتضمن اللويالتي بتاعت الناس، تقلل التكاليف برضه بتاعتك، و يعني تقلل الحده بتاعت كل سنه الناس ماشيين جايين ماشيين جايين ماشيين جايين يعني. فدي هنا برضو انت محتاج تاخدها في بالك كزول جاي للخليج، في انه انت حكايه انه عندك اربعه خمسه كاريرز كده انت ممكن تشتغل فيهم وكلهم مربوطات مع بعض، انا مهندس، انا عندي ام بي اي ممكن اشتغل في السايد بتاع المانجمنت، ممكن برضو انا اشتغل في سبلاي تشين في السايد الهندسي، ممكن اشتغل في الماركتنج والسيلز في السايد الهندسي. فانت المهم الحاجات دي بتحاول بقدر الامكان شنو تظبطها، ماذا اقول قبل ما تجي هنا، لانه احنا واقع الحرب ممكن افرز واقع جديد كده فجاه بتاع انت انا تقدر لقيت تنزل. شيء ملاحظه يعني لقيته من تجربتي البسيطه في الموضوع ده، انه احنا بيجونا عساكر ويجونا سماسره. عساكر بمعنى مش عساكر عساكر، لكن عساكر انه الناس ما عارفين اللي يعملوا الحاجه دي بس، وسماسره انه ناس ما شغالين في مجالهم، شغالين في سوق الله اكبر. ده شيء اشترى عربيه، باع عربيه، اشترى واطو باع، ودي طبعا الحياه كلها انت تفقيدها تمام بمجرد ما يعني ظرف الحرب ده طلعت بره ولا بتاع. فشنو في الحته دي؟ شنو الحاجه ممكن تقول للناس يعني انت الفرص الموجودة شنو تاسي لفيت في الخليج ده، شنو الحاجة اللي ممكن تقول للناس كده وحارة ما لازم يسمعوها من زول إنه. والله هو ما كعب انه انت تمسك في اتجاه واحد، تبقى زي ما بقول زي القطر كده بس ماشي في سكه في سكه واحده، انت ممكن تجودها بشكل كويس جدا جدا، وتكون بعد ذاك انت بس بتاع كده. لكن بقى السوق صراحه محتاج لزول مالتي ديسيبلين كده، عنده سكيل سيت واسعه شديد، لانه حتى جوه الشركات انت ممكن تبدا في قسم تقسم وتنتهي في ثاني. قسم ثاني، لكن ده برضه طبعا مرتبط بالعمر والشفت اللي انت ممكن تعمله، كل ما كنت صغير كل ما انت قادر تتنقل من كارير لكارير او من وظيفه لوظيفه وخلافه. لكن الحاجه اللي من الممكن تتقال، احنا ملاحظينها حتى في الناس اللي حوالينا والقريبين، انه يا جماعه الناس لازم تجي مؤهله وقاريه السوق كويس،
اغلب الناس اللي انت ممكن تشوفه في الخليج او كده بيجوا دايما بخبره السودان بشهادات السودان المطلوبه هناك، وبتجي هنا بتتفاجأ في انه انت السيت بتاع السكيلز المطلوب ده مختلف شويه كده، او في حياتك انت في يوم من الايام كانت بالنسبه لك هناك ما بيزك، مثلا زي اللغه الانجليزيه ممكن في السودان ممكن ما تتسأل منها الا في شركه او شركتين، ومحتاجين بس الليفل بتاع الونس العادي والدسكشن بتاع كتابه الايميلات، ممكن تجي تتحول لحته ثانيه تلقاه الموضوع ده مطلوب، ومطلوب مستوى متوسط مثلا واعلى مثلا. ودي ما من الحاجات اللي انت ممكن تخش فرصه سريعه تظبطها تقول في يومين في اسبوع في شهر يعني. فدي الناس محتاجين انه يمتلكوا لها شديد، لان انت هنا بتنافس في سوق احتياجاته مختلفه، شهاداته مختلفه، عمره اللي الناس الدائرهم برضه مختلف شديد، وانت بتتكلم هنا عن ناس وهم صغار جدا جدا مشوا عملوا كل الانترناشونال سيرتيفيكيتس في اعمار من 18 19، لانه هم قاعدين وعارفين السوق، وهو من البدايه بيعيد في نفسه لانه هو ماشي مثلا يشتغل في دبي او في الدوحه او خلافه يعني. فدي من الحياه اللي الناس ما بحبوا انه تقول للناس انه انتم ما مؤهلين او انه انتم ما جاهزين، او اذا انت عينت للزول ده باعتباره هو برودكتس منتج سوداني المفترض انه يتسوق في الخليج، انه السوق ده فيه منتجات تانية وهو ما بيلقى له رواج هنا بوضعه الحالي ده، زيه زي اي منتج انت ممكن تجيبه الباكجينج بتاعه يكون ما ظريف، الوانه ما ظريفه، طريقه التعبئه بتاعته ما ظريفه، وقدر تيجي تبيعه هنا ما حتتباع يعني. فبتتعب نفسك وبتتعب برضه شنو الناس. والاشكال الاكبر اللي هو في الحته بتاعت البراندنج بتاعت انه انت الليله تخيل نفسك امبلوير قاعد في دبي ولا كده، يجيوك 10 سودانيين عندهم مشاكل في حاجات بيزكس، اوتوماتيكلي ده بيدمر البراند السودانيه كلها، الناس طالعه تقول والله السودانيين كلهم يعني، حيكون في انطباع كده اتاخذ في انه اي سوداني لما يجي حيجي تعبان في الحته الفلانيه، او ما عنده الخبره في الحاجه الفلانيه، او كل السودانيين لغتهم الانجليزيه تعبانه، او كل السودانيين ما عندهم انترناشونال سيرتيفيكيتس، او ان هم ما اورينتد اطلاقا باي تفاصيل ثانيه، او ان هم ما جربوا قبل كده يشتغلوا في شركات فيها مالتي مالتي ناشونال. ناشونالز او فيها تنوع بتاع ثقافات كبيره او كده يعني. فدي كلها حاجات الناس محتاجين ان هم شنو ينتبهوا لها، وينتبهوا للصوره الذهنيه الكبيره اللي هم ممكن يخطوها لما يجوا هم ما جاهزين، ويحاولوا بعد ذاك يعني يشتغلوا وما يقدروا يشتغلوا، في الاخير الزول يقول لك والله يا اخي ما ساعدوني ما اي جبت والله فرصه العظيم، لا يجين ونازلين وردين وبتاع رافعين القزاز وما شغالين بينه. وانا اخواننا يعني في ناس هنا من الزملاء والاصدقاء الموجودين في الفيسبوك، لهم التحيه يا اخوان، التحيه الكبيره لحبيبنا اسماعيل هجانه والشيخ هلال وايمن مصباح مجددا محمد سند وحبيبنا حاتم بل، هو اول زول نبهنا انه الصوت ده فيه مشكله، وبعدين راضي عيسى وأواب الدخري ومعتصم ابراهيم ومجدولين مضوي، مرحبا بكم جميعا يا شباب، ولكم التحية واعتذار التوم كل الناس اللي مروا على اللايف ده يا شباب. خالص عن ونحن مهمتين. بالمناسبة ناقلين له برضو البث المباشر في الباحثين السودانيين، لأن عمر طبعا من الناس الموجودين في مجلس الإدارة بتاعت الباحثين السودانيين مجلس الأمنة، وكذلك هو زورا كان مزوم من الباحثين السودانيين في السودان نفسه، يعني هو زور الموسع القانوني بتاعنا هناك، وهو زور أكاديمي وباحث زي ما عارفين، بالاضافه لانه زون بروفيشنال في مجال الاتش ار. طيب الحته دي تحديدا بتاعتي والله ما ساعدونا، والبلد دي ما بتمشي الا بالواسطه، وفي كميه بتاعت اوهام، والزول لما تقول يجيب سيرتك الذاتيه بتلقى فيها مشاكل كثيره جدا جدا، يعني السيره الذاتيه الزول بيعملها هو مرتاح في وقته، يعني ما في زول بيقول لك اجيب سيرتك الذاتيه اسي وطوال يطلع عليه، بتعملها انت في وقت راحتك، ما في سبب بيخلي انه يكون فيها اخطاء املائيه ولا اخطاء نحويه، ولا تاخد فيها حاجه ما مطلوبه في السوق بتاع الحته دي. الناس ما قاعد تقرا، يعني في ناس كتير جدا ما بيقروا، يعني بيقروا بالاظان، المصطلح ده بيقوله كان دكتور حسن موسى، انت ما بتقرا، انت في زول قرا بيحكي لك، انت بتجي بتفتكر نفسك قريت وبناء على كلامه، فدي القرايه بالاظان يعني. فانت يفترض انك تقرا بعينك ما تقرا باظانك، وتقرا الحاجه بالضبط وتعمل ريسيرش عن كميه فرص العمل الموجوده، وتقدر يا اخي يعني بافريج ولا المهم بتقريب ببريدكشن تعرف انت فرصتك في انك تشتغل قدر شنو. الناس اللي في عمرك ده اللي اشتغلوا قدر شنو، السنه اللي فاتت في كم وظيفه بتاعت مهندس، اطرح مهندس بترول
اتطرحت في قطر مثلا السنه اللي فاتت، في ال 50 وظيفه اللي اتطرحت السنه اللي فاتت دي، في كم نفر كانوا من الجنسيه اكس ولا واي ولا زي؟ اخواننا في معلومات احصائيه بتلقوها انتوا في دائما في هيئات الاحصاء في البلدان دي، وما عندهم ما عيب يعني الزول انه يسال عن اي معلومه على اساس انه يقدر ياخذ بها قرار. انت لو ما بقي قرارك يعني انفورم بتبقى انت في مشكله كبيره. فالحته دي تحت الوعي دي انت اللي مستع شويه كده، لكن طيب انت تسهل فيها زياده يا ريت. انا ممكن اقول لك انا من خلاصه تجربتي انه نحن كسودانيين عندنا مشكله كبيره جدا جدا في الحته بتاعت يعني لو استلف التعبير بتاع انه نحن كوميرشال اويرنس بتاعنا او البيزنس اكيومن بتاعنا تعبان. تعبان دي بمعنى شو؟ بمعنى انه احنا حتى لو يا اما كيف ده غير بري؟ لا لا انه حتى لو ما اشتغلنا في السوق في حاجات بيزك كده احنا مفترض انه تكون قاعده عندنا بحكم انه احنا عايزين نشتغل. ما هو انت زي ما انا قلت قبل شويه تقدر تشتغل، لا تعتبر نفسك يا اما انت خدمه او منتج، وانت في الاخير دار تبيع خدماتك. يعني الناس انت لما تيجي تشتغل في اي شركه انت بتدي وبتبيع لهم خدماتك، بتبيع لهم مثلا 8 ساعات كل يوم نعم زمنك زمن، بتبيع لهم خبرتك مهاراتك مقابلة، والزول ده بيدفع لك قروش، ده ثمنك. فدي جزء زيها وزي لما تيجي تبيع مويه ولا تبيع كوبايه ولا تبيع لابتوب. انا ببيع لك لابتوب بالمواصفات الفلانيه بكذا بكذا بكذا، بيعمل لك المنفعه الفلانيه، فيا اخي انت هتدفع فوق بنفس المقدار انه انا محتاج اعاين لنفسي كسلعه. انا تشتري مني ثمن الزمن، تشتري مني ثمن المهاره، بتشتري مني ثمن المعرفه، بتشتري مني الحاجات دي كلها، بتدفع كم؟ بدفع كده. يلا انا الليله لما يكون عندي انا اعتبر نفسي كسلعه او كمنتج او كخدمه وداير ابيعها في الخليج، بترجع طبعا الكلام اللي انت قلته بتاع انه انا خدمتي دي بتتباع في دبي احسن ولا بتتباع في الدوحه احسن؟ السلام عليكم. ولما تتباع هناك بتتباع في شركات تعبانه ولا بتتباع كده؟ زي ما ناس الماركتنج بيقسموا مثلا السوق كلاس A وكلاس B وكلاس C مثلا. انا ممكن اجي اشتغل في مؤسسه ما اعرف فلان الفلان، يكون هي مؤسسه عباره عن دكان كده صغيرون، او لا والله انا هشتغل في السعوديه في بن لادن ولا في الحته الفلانيه كده او في قطر في حمد مثلا. فانت منتجك ده بتعرف انه تارجتنج يا تسوق والمفترض يدوني فيه يا تسعر، ده بيخليك انت قادر تفتش بشكل كويس وتعرف انا ببيع وين، وين بخسر وين بربح. ممتاز ده انت مما تعرفه طوالي بيكون عندك بلان واضح بتاعت انه انا همشي دبي والله همشي الدوحه. هناك انا تارجتنج يا تو انت مؤسسات يا تو مجال، او زي ما قلت والله انا جاي هناك هشتغل في سوق الله اكبر، هبيع عربيه، هشتري ما اعرف شنو، لو لقيت وظيفه اوكي، لو ما لقيتها بالنسبه لي بعد اوتوماتيكلي زي ما نحن بنقول في السي في او بنقول هناك في البوست بتاعت الجوبز، الزول ده طالب حاجات معينه. انا طوالي بعاين للسي في بتاعتي انه انا الحاجات اللي هو طالبها دي عندي ولا ما عندي، او بعدي للسي في بتاعتي بطريقه معينه تماتش الحاجات بتاعته ولا لا. بعد ذلك بنمشي تنيجوشيات انه انا الزول المناسب ما الزول المناسب، المرتب بتاعي كم، ما حتديني المرتب ده، التفاصيل دي. لكن زي ما قلت لك انه خلاصه الموضوع انه احنا من ناحيه تجاريه او من ناحيه بتاعت بزنس تعبانين في انه احنا ما بنفهم الحاجات دي كحاجات بيزنس. يعني ما في زول انت بتلاقيه بيعاين لنفسه انه انا عندي حاجات داير ابيع على الشركه دي. الموظف بيعتبر نفسه انا موظف، لكن يا اخي انت كده على الشركه دي المرتب اللي بيدوك له ده بيدوك له مقابل شنو؟ المفترض اي زول يكون فاهم مصادر 8 ساعات، مصادر المعرفه، مصادر كده، مصادر كده، مصادر كده، عشان لما تيجي تقول والله ما رقوني، ما زادوا لي مرتبي، رقوا فلان اكثر مني، اوتوماتيكلي فلان ده هي كان اوفر الشركه دي احسن منك. ما لانه مثلا مرات انت بتشتغل 8 ساعات وبتطلع تمشي، في زول ثاني ممكن يزيد له مرتبه لانه متى ما طلبوه ممكن يكون قاعد، ممكن يشتغل زمن اضافي، ممكن يكون هو في البيت يرسل له رساله بالليل ويرد عليها. دي كلها شركه متقدره في المقابل بتقول شنو؟ كده ما دي فاليو بالنسبه لي انا. هي اكسشينج هاي ايوه ايوه فاوتوماتيكلي بدفع 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 المصاري، يعني من ناحيه بتاعت معرفه، من ناحيه بتاعت لويالتي، من كل الحاجات دي الشركه بتدفع. فاوتوماتيكلي انت مضطر تسلع نفسك تعتبر سلع بقدمه للزول اللي بيستحقها اللي بيدفع فيها دي. حتى مرات بتلقى في ناس بيكونوا مرتاحين جدا جدا في الشركات بتاعتهم، لكن انت كمان ماشي انترفيوز في حته ثانيه يقول لك والله داير
شوف الماركت فاليو بتاع الهندي بشكل عام يا اخي. ممم والله مشيت للجماعه ديل وادوني مرتب اعلى من مرتبي، معناته انا والله قيمتي في السوق بشكل اعلى. لو في ناس بيقيموني مثلا بشكل احسن، هو من الممكن يستخدم الحاجه دي كالضغط مش كده ضغط تفاوض كده، يعني انت ممكن تجي بارجنينج تشيب. تجي تقعد تقول والله يا جماعه انا مشيت وادوني اوفر، او في الشركه دي سكاني والله ادوني 20% اضافه الحاجه اللي انا باخدها هنا مثلا. ممكن تلقى ده يقول لك والله حاجه احنا ممكن نديك دي، ممكن لما نديك دي، او ممكن يقول لك والله حاجه نمشي اذا ده كده. لكن انت برضه بعد كل فتره والتانيه النصائح دايما بتقول لك بتتقال للناس انه حتى لو انت مرتاح في وظيفتك امشي اعمل لك انترفيو كده، دي بتفيدك حتى لو ما عرفت الفاليو بتاعتك في الماركت قد شنو، بتمشي تعرف ان انت زي ما عندك قلنا كاب شوي. ايوه قاعد في الكومفورت زون بتاعتك دي، والناس شايفين انك انت مادي شغلك وظابط بتاع، لكن ممكن يكون السوق اتقدم بشكل كتير ومشى بشكل انت ما عارف مثلا، ممكن تمشي فجاه كده تكتشف انه الناس بيعملوا في شهادات تانية وحاجات اضافيه وعندهم خبرات اكبر في حاجات برضه بتكون مرتبطه مرات بالسكر. يعني انت ممكن تكون عندك فاليو اي عالي جدا جدا، لكن في السكتر الفلاني، في القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي، لكن ما حد اشتغلت في بنكي مثلا. فممكن كده، او زي ما قلنا قبل مثلا خبره الخليج، والله ما اشتغلت في الخليج. الفاليو بتاعتك في الماركت عاليه جدا جدا في السودان، لكن هنا ممكن ما تساوي اي حاجه، بوصل زور هنا اشتغل فعلا في السودان. فانا برضو واحده من الوصايا بتاعتي انه الناس ينتبهوا للسايد بتاع البيزنس ده ويكون عندهم. ليه؟ من الكلام اللي قلته ده زائدا اي شركه، لانه هي في الاخير التارجت بتاعها تربح، أي تربح تكبر الشير بتاعها في الماركت. فانت كجزء من التروس الشغاله ولافه في الشركه اللي بتوصل الشركه دي كلها للهدف بتاعها بتاع نربح اكثر والشير بتاعنا زيد يكون يزيد، فانت محتاج حتى لو كنت زي ما بيقولوا عامل في اقل او في ادنى مستوى، انت محتاج يكون عندك فهم للبزنس وفهم لل ما اعرف اسمه شو الكونتاكتس، الصياغه سيارة اللي انت شغال فيهم بتاعك. انه موطئ اكوين موطئ قدم اكوين في العالم ده. ما اعرف القصه الشهيره اللي هي ما اعرف لما امريكا عايزين يرسلوا اول زول للقمر ولا حاجه شبه ده، فيقال ما اعرف الرئيس في الزمن ده كان كينيدي ولا كان منو، ايوه كندا فلما مشى لقى واحد بينظف كده في العامل بينظف في ناسا، بلاغيه، وكالة ناسا. اي نعم فقام قال له يا اخي انت هنا شغال شنو؟ قال له انا هنا عشان ارسل اول زول للقمر. انا عشان اساعد اي انه اول زول يوصل القمر. ده زول فاهم الهدف بتاعه هناك وعنده زي ما بيقولوا الكوميرشال اويرنس ولا البيزنس اكيومنز بتاع انه احنا هنا كلنا ماشيين فيها اتجاه ده اللي انت داير تعرفه، عشان انت تعرف قيمه نفسك وتاخدها وين في الحته دي، ومنها تقدر تفهم تماما انه انا بقدر بفاوض وين. وانا افضليت تارجت في الخليج السعوديه، لانه والله يا اخي المهندسين في السعوديه مطلوبين. في صعيد طبعا برضه مهم شديد مرتبط بالحاجه دي، اللي هو الكلام اللي انت قلته بتاع انه الناس يشوفوا التوجهات العامه. في دول مثلا ممكن تكون في الخليج ناميه من الناحيه بتاعت اعداد عمران وشوارع وبتاع وكده، فبيبقوا المهندسين الشغالين في المجالات دي هم المطلوبين اكثر. مثلا في دول ماشيه صايد بتاع تكنولوجي مثلا اكثر، بيبقوا ناس الاي تي والشباب دي هنا. في دول وصلت لمستوى كده بتاع ساتوريشن في الحاجات، ف دول ممكن يكونوا دايرين اي ناس لكن بنسب شنو؟ خبرات بنسب وبتاع يس خبرات اقل سيلكتيف يكون. يس. فانت برضه محتاج تشوف مرات التوجهات العامه، زي هسه مثلا الرؤيه بتاع 30 30 مثلا 20 30 20 ولا 30 في السعوديه، انت بتكون فاهم انه الناس دي مثلا في العشر سنين الجايه دي مركزين في صح. قطاعات نعم اكثر وكده. والحاجه دي اصل الناس لو دخلت مش في لينكدين ولا في اغلب الويب سايتس بتلقى حتى الكلاسيفيكيشنز بتاعت الجوب والريبورتس اللي بتطلع للرينجز بتاعت السالاريز بيعملوها بالسكتر. الصناعه براها، الزراعه براها، المجال بتاع التكنولوجي براها، والتفاصيل زي دي. فانت بتشوف مرات الترند ذاته ماشي على وين، وبتحاول تديفلوب نفسك الترند الماشي. زي انت تارجتنج مثلا في دبي، فانت بتكون ماشي مع الترندز في دبي ماشي على وين في الخمس سنين في الخمس سنين الجايه، وبعد ذاك تحاول بقدر الامكان توسع خياراتك. يعني الحاجات دي ممكن يكون لو عينت الألف سنه اللي فاتوا ديال، لو عينت من علماء المسلمين الاوائل بتلقى مثلا بتلقى ابن رشد فيلسوف كاتب في مجال شنو، دكتور ايوه في شنو، ايوه نعم متنوعين. جينا بعد ذاك ممكن يكون في العصور الاخيره دي
الناس متخصصين شيء. ايوه هسه تاني رجعنا للحته بتاعت انه الناس ما يكونوا متخصصين. مالتي ديسيبلينر يعني. اي نعم. فانت تكون يعني بتفهم في كم حاجه كده. الحاجه اللي احنا حتى لاحظنا لها ممكن تكون من يعني مرات تلقى الترند في العالم ماشي. يعني مثلا انا قريت كليه الدراسات التجاريه جامعه السودان، كنا بنقرا السنتين الاوائل العام حتى بعدك متخصص، وكنا بنعتقد انه والله يا اخي الافضل كان دايما انه الزول يتخرج بالبكالوريوس بتاع بيزنس ويخلوا الزول كده عايم كده يعني. حد ما يعرفه ده شو. لكن بعدنا مثلا لا لا تخش من البدايه، ما في حتى السنتين العام اتش ار ماركتنج بتاع، فانت بس بتخش كده تخصص. متخصص. الحاجه دي بدات تعمل مشاكل، لانه انت مرات بتكون في جامعه بتخرج بكالوريوس بتاع بيزنس اداره الاعمال، يلا ده ممكن يقدم فيها، بيقوم بيجي نفس الخريج ده في نفس السنه بيقول له انا متخصص في ماركتنج بس. ما في جو بتاع ماركتينج يس. عندك. وده انت لو جيت عاينت له في العصر القديم ولا العصر الحديث بتلقى اغلب الناس مرات بعد ما يخرجوا من الجامعه حتى يكتشفوا انه ده ما الحاجه اللي انا المفترض انه اواصل فيها، نعم. ويبدوا بعدك تشفت الكارير بتاعهم ويبدوا يقروا جامعه ثانيه او يجسروا الحاجه دي بدبلوم عالي في حته ويقوموا يمشي لحاجه ثانيه. نعم. فهي دي ذاتها هي تدار لها معالجات كبيره نعم. في طيب المرحله بتاعت ما بين الثانوي للجامعه عشان الناس تفهم ذاتها في مهمه عايزين شغل. طبعا احنا اخواننا سعيدين جدا بانه معانا متابع في اللايف وبيساهم بصوره ممتازه، حبيبنا وشريكنا. احنا كنا شركاء، ايمن مصباح ودكتور عمر الامام هو الفاوندر، وانا كنت مشارك معاهم اليوم في سودان ستارت اب هاب محور السودان للاعمال الناشئه، ودي اول مساحه عمل مشتركه في السودان. وايمن ده اخواننا قام على اول حاضنه اعمال في السودان اللي هي اسمها بيزرا كانت. والسوق بتاع السودان يعني ما استحملنا زي ما هسه الحرب برضه طردت الناس وكده، فليكم التحيه. ايمن يا اخواننا بيقول نقطه مهمه، والنقطه دي في ناس بتحسسوا منها وبيزعلوا منها وكده. قال لك للاسف الغالبيه دايرين الحاجات جاهزه من غير اجتهاد. في احساس بالاستحقاق الزائف، يعني قايل نفسه الزول يفترض انه والله يشتغل والله في مش وظيفه احسن من وظيفتك، بس هو لانه بس يعني بيعرفك انت وشافك كده وزمان لعب معاك كوره في الحله، ولا المهم تلاقيته في حته ما في ركن نقاش، المهم الزول ده بس هو بيعرفك كده شكلك ده، هو داير حاجه احسن منك بغض النظر عن انت كنت وصلت هنا كيف، ما في مشكله تمام يستحق. بعد ده قال لك انه الناس المفروض تساعدك وتوسط لك لحد ما تشتغل، وممكن تصل حد الزعل والقطيعه. طبعا دي حاجه اي واحد قاعد في الخليج ده كان ريليت لها يا ايمن، اي زول انه والله يا اخي في زول زعلان منك هسه حاليا لانك زول انت حيزعل مني. لا لا زعلان وقاطع ديدي كثيره انك انت كيف ما توسطت له عشان يشتغل. وطبعا هو زول ذاته لو قلت له جيب سيرتك الذاتيه دي عشان تعايل لها يقول لي يا اخي اسمع الله حقه بس نقعدك معانا هنا ده بس نديك مرتب عشان سيرتك الذاتيه ما تمشي لقدام تعمل لنا مشكله السمعه بتاعتك. ده لو ما قال لك عليك انك تبقى ليزر المهم و مرات بيرسل لك الورق بدون سيره ذاتيه. نعم دي حاجه يعني احنا والله عايشينها يا ايمن بصوره. قال الناس لازم تجتهد وتعمل الهوم وورك والديو ديليجنس اللي هو يا اخوانا التحري، تفتش العقليه دي لو ما تغيرت ما حنمشي شبر اللي قدامه. الكلام ده صحيح، وانا ايمن ده من يعني من اصغر الشباب المدراء في مجموعه دال يعني، وزول بنضرب به المثل دائما في اداره المشاريع وفي الاجتهاد وفي يعني كده بيقول لكم الكلام ده. وايمن ده يا اخوانا من الناس اللي قاعدين في السودان لحد هسه يعني ما مارق من السودان، زول بيدير في بيزنس وبيزنس ناجح وماشي وكده وبتاع. فيا اخواننا اسمعوا كلامي من ده والله، يعني احنا لو ما بنقدر نقول لكم احنا قاعدين هنا ده، اسمعوا كلامي من قاعد في السودان ده قال لكم الكلام ده يعني. الحاجه الثانيه هي موضوع الواسطه، وليات وحد الزول بيقدر يتوصل. طبعا الحته دي كمان دي هنا دي كمان حاجه ثانيه. يا اخواننا بلدان الخليج دي انا بقول لكم كده يعني ان شاء الله ان شاء الله الكلام ده حتى لو بيجيب لي مشاكل. البلدان دي عندها اسياد ما زينا في السودان. عندها اسياد. اي بلد عندها سيد. فاسياد البلد دي يا اخواننا يعني معروفين. بالنسبه لنا احنا في السودان انا انور ده قبل كده اترشح للرئاسه. كل واحد فينا شايف نفسه رئيس، وكل واحد فينا شايف البلد دي حقته، بلد الهيلينا ونقعد نقوم على كيفنا وما عارف شنو، وانا الشافوخ اللو وانا الكلام ده دي الثقافه جايه مننا احنا. لما تجي هنا ده انور ما بينفعك ما بساعدك. بيساعدك صاحب البلد دي. صاحب البلد دي الشروط بتاعت انه يساعدك يا سيرتك الذاتيه وشهاداتك وحياتك، لانه عنده بيزنس وعنده اعمال مفترض انها تدور
عنده شركه داير يزيد الحصه السوقيه بتاعتك، انت هتيجي تضيف لي شنو في الشركه دي؟ مش انت انور بيبقى لك شنو؟ اجمل حاجه يا اخوانا في الخليج العربي ده اللي هو الكلام، اهل البلد لسانه طيب جميل، لما تخجل انت ذاتك يعني زول لسه كلامي كلام عمر ده كان بيكون فيه يا طال عمرك وبيكون فيه يا اخي الله يسلمك، يا كلام جميل. لو ده كلام جميل بيملوك كلام جميل ليه بكره؟ يقول لك زين يصير خير. لكن سيرتك الذاتيه دي ما انت شغلك عشان. فبالتالي انت تزعل من انور تطرشق من عمر، انت ده مؤهلاتك يا اهل بتساعدك، انت ده لو في حاجه ناقصاك لازم تمشي تكملها انت قبل ما تطلب مساعده عمر ولا انور ولا بتاع. هنا ده يا اخوانا في البلدان دي، البلدان دي تاسست موجوده وفيها البنيه التحتيه وبتاعتها وفيها الانظمه بتاعتها بتاع التوظيف وفيها كل الحاجات بتاعتها موجوده. انور جه اشتغل عبر موقع، مش قدم في موقع وبتاعه، في زول قال والله كلمه طيبه في حق انور، لكن انور البروسيس انه لازم يقدم على الموقع. قصتي انه انا ارسل السيره الذاتيه لانور في واتساب عشان يقدم لي عشان يقدم لي، انت معناه ما عارف البلد ماشيه كيف. هو بيرجع لك كلام ايمن انه يا اخي لازم تعمل التحري بتاعك ولازم تعمل الهوم وورك بتاعك تشوف البلد يشتغل كيف. يعني لما يجيك زول من السودان ولا من اي حته من مصر يرسل لك يقول لك يا اخي اسمع انا قدمت في وظيفه في الحته الفلانيه ودي السيره الذاتيه بتاعتي اللي قدمت بيها وده الكفر ليتر، ده الخطاب بتاعي اللي رسلته وده رقم الوظيفه، يا اخي لو بتعني بزور الحته الفلانيه ولا تلقاه ماشي لينكدين وفتش النتورك بتاعتك وقال لك يا اخي بيني وبينك او بيني وبين الزول في الشركه دي في عمر الامام، انت بتعرفه انور يا اخي عليك الله ما تشوف لي عمر الامام ده، بس ده اسالكم سؤال عن الشركه. دير الناس يا اخوانا اللي عاملين الهوم ورك بتاعهم، دير الناس الدارين يساعدوا نفسهم، فانت بتجبر انك تساعدهم. لكن زول يرسل لك سيره ذاتيه مكلفه كده وبتاع، هو اعتقد من الحاجات الجميله انه انت قبل اخر الاسبوع اللي فات كان كتبت بوست عن الموضوع بتاع الفرق ما بين الواسطه أبو الوسيط والوسيط. نعم انا واحد من الاسئله اللي كنت دائما بطرحها لاغلب الناس اللي بيكونوا يشتغلوا في كم شركه اللي هو بقوم بسالهم يا اخي انت عرفت بوظيفتنا دي من وين مثلا؟ وما بجيب عند الحد ده بقوم بقول له يا اخي شركتك اللي هسه انت شغال فيها دي مثلا اشتغلت فيها كيف؟ والشركه اللي قبليها. الناس مرات طبعا يعني بيفتكروا انه الاسئله دي زي انه انا داير اعرف يعني انه الزول ده قاعد يشتغل بواسطه ولا لا، وان كان انت بتكون الهدف الاساسي من الموضوع ده تعرف البروسيس اللي قاعد يتبعه الزول ده في انه يحصل على وظائف يعني. هل مثلا الزول ده بيعتمد على النتورك بتاعته؟ لانه ممكن يقول لك والله يا اخي انا هسه كلمني صاحبي لانه انت عندكم وظيفه فقمت قدمت. تقوم تقول له هو الشركه اللي انت شغال فيها دي؟ يقول لك والله دي زاده كان في ولد خالتي كده الشركه اللي قبليها والله كان عندنا واحد قريبنا كده قريب ما كده، فبتعرف انه الزول ده مثلا عنده نتورك كويسه فبالتالي بيستخدم النتورك بتاعته بشكل ممتاز، ودي كلهم عباره عن ناس وسطاء لحد ما يجيبوا لك لحد الانترفيو. عملوا ريكومنديشن عملوا وصلوا لك هناك. يس. في سؤال ثاني ممكن يجيك بواسطه رسمي عادي كده بتاع انه والله كده، وفي سؤال ممكن يقول لك والله انا ذاتي ما عارف انتوا السي في بتاعتي جاتكم من وين؟ ديال اللي هم الناس اللي احنا مرات بنكون بنفتش عنهم في انه يكون عندنا داتا بيز ولا يكون احنا مشتركين مع اي جهه ثانيه في الهيد المدينه هانتنج هنا اي حاجه. تالنت اكوزيشن كده. فمرات في الزول ذاته بيسال بيقول انتوا السي في بتاعتي اصلا دي ذاتها قديمه وانتوا جبتوها من وين او عرفتوني من وين وكده. وفي ريكروترز طبعا عالميين مرات بيكونوا مستلمين التوب 10 في كل حته. مثلا لو قلت لك انا داير سبلاي تشين مانجر في السودان هيجيب لك التوب 10 سبلاي تشين مانجر عنده السي في بتاعته وعنده معاه كونكشنز وعنده كده. داير تكنيكال مانجر ولا داير فاينانس مانجر بيكونوا عارفينهم، لو قلت له اديني الاستراكشر كامل بتاع الشركه الفلانيه بيديك له، لانه ده شغلهم بيشتغلوا السايد بتاع الانتليجنس والهيد هانتر ده بطريقه ظابطه، بيكون بروفيشنال عارف بيكون عارف للدرجه اللي انا فتره من الفترات لقيت شركه مثلا كانت اسمها تو سي فيز ما عارف تكون شغاله هسه ولا لا، ده اللي هم انت مثلا بتقول لهم يا اخي انا داير زول للوظيفه، هم بيعملوا الهوم ورك بتاعه بيدوك تو سي فيز بيقول لك بس اصلا زولك يا ده يعني يا سبحان ما الله. بيمرق من ما بيمرق منا ما بيمرق من ده يعني. يلا ده مع كلام ايمن في انه الزول بيكون تعبان وعنده احساس بالاستحقاق عالي جدا جدا في انه انا بستحق البتاعه دي وهو فعلا تعبان، ولما تخطه مع ناس وتوريه انه شوف الفرق بتكتشف الفرق ده وانه هو فعلا ما داري يجتهد ولا داري يقدم ولا كده يعني. في ناس تعبوا عملوا الهوم ورك بتاع ان هم بنوا نقول امبراطوريه كده بتاع معارف ونتوركس من الممكن هو يكون نايم في بيته الشركات تتصل عليه
لكن هو ده زول تعب بنى حاجه خلاها كسيستم شغاله، وهي بعد ذلك بتفتش لها الوظائف، لانه الناس دي كلهم شنو؟ ويل كونكتد مع بعض. وانت كل ما خبراتك زادت ومعارفك كترت بتلقى نفسك انت طلعت في الهرم ده، والهرم ده كل ما تطلع لفوق بيبدا تضيق، وعدد الناس بيبدا شنو؟ بيبدا بيقل، وبتلقى بعد ذاك الناس كونكتد شديد. يعني انت لما تيجي تقول والله يا اخي افضل ناس في السايت بتاع الاي سي تي ده في السودان 20 نفر، بيكون عارفهم اي صحيح. واتحدهم عارفهم، فاوتوماتيكلي انت لما تتسائل بتقول والله يا اخي ارشح لكم فلان وفلان وفلان، او ممكن تقول والله يا اخي تفاصيلكم دي ما من ضمن الناس الحصه اللي احنا قاعدين نشوف لكم اي زول من اي حته، من اي حته ثانيه يعني. نعم. فدي من الحاجات المهمه شديد، انه حتى لو انت عندك احساس عالي بالاستحقاق خليه يكون بحق. احنا متذكر مره حصلت لنا بالباحثين السودانيين، رسل لنا كان روكي داك يعني قبل الحرب ربنا يوقفها، رسل لنا ناس السفاره الالمانيه في السودان او محد جوتا، قالوا يا اخواننا احنا دايرين نرشح زول يمشي كزائر لمراكز الابحاث في المانيا والجامعات ويشوف الابحاث اللي فيها ويجي يكتب عنها باللغه العربيه السودانيه للناس. الزول ده وظيفته يفترض انه ساينس رايتر، يعني زول كاتب علوم او صحافي علمي. ما لقينا ولا زول ده تخصص بيكون ما في اصلا. لما لحد ما عملنا مجموعه فرعيه في الباحثين الاستاذ سميناها الترويج للعلوم والساينس كوميونيكيشن، ما في زول واحد ساينس كوميونيكيتر في الباحثين السودانيين. الناس اخواننا كلامي ده لو هم صدقاء وترجع الباحثين السودانيين تكتب ساينس كوميونيكيشن هتلقى النداءات، يا اخواننا في منحه، يا اخواننا زول يمشي يزور البتاع. اقرب زول لقيناه زول بيكتب له كم مقال كده في الصحيفه وفي موضوع محدد ما بيقدر يكتب فيه خمسه سته مواضيع. يعني لو جبت له نانو تكنولوجي وجبت له انفايرمنت جبت له لعلم نبات وجبت له هندسه ميكانيكا، الزول ده غالبا ما حيقدر يكتب لك موضوع. او ممكن تكون في حاجه ان يكون الناس زي قاعدين لكن هم ما جزء من النتورك دي، او ما ريتشبل نعم قاعدين لهم في حتت كده يعني، او ممكن يكونوا بدوا يشتغلوا وخلوا القصه دي تماما لانه مثلا الماركت ما نافع ما نافع مثلا. فهم ممكن يكونوا ناس زي مرات قاعدين بالمناسبه وما قادرين، بس الريتش بتاعنا ما بيصلوا، او يكونوا ناس زي قاعدين في حتت كده والانترنت بتاعها مثلا تعبان مثلا، او ما قاعدين اصلا معانا في المجموعه دي يعني. ودي طبعا بتبقى بعد ذاك مشكلته ومشكلتنا، بانه الاثنين احنا سوا كيف نظلم وهم يسألون ايوه لك كيف. هم يكونوا قاعدين في هذا الحته. عشان كده احنا كثير شديد بنقول انه يعني ناس انور بمبادراتهم الكثيره يعني عملت تغييرات كبيره، لكن الى الان انا بلاحظ مثلا في لينكدين ما عندنا وجود وجود بتاع بروفيشنال سودانيين كجروبس. نعم لو داير ناس الاتش ار المفترض يكون قاعد عندهم جروب في لينكدين، ناس الماركتينج عندهم جروب، لا كده ما بتحس انه حتى الزول اللي انا لو بفتش مثلا، انا زول ماركتير مثلا بتاع ماركتينج فتشت ما قدرت الاقي وظيفه. كثير انا كنت بقول لناس يا اخي في لينكدين ناس مثلا ما عندنا جروب كبير كده بضم ناس الماركتينج السوداني، يا اخي انت ابدا بانه انت كريت الجروب، لانه انت هتشتغل كيف؟ انت نعم هتشتغل عن طريق واحد من في الناس الشبكة دي، تقوم ايوه تلم كل ناس الماركتنج في السودان او حتى الناس اللي بره السودان اللي ممكن ان هم بوتنشال لان هم ممكن يشتغلوا في السودان، لمهم كلهم في جروب كده، وبعدها ارسلهم يقولوا انا معنا والله مؤسس الجروب، وانا زاد بفتش في الشغل بتاعي. فيا الله يلميكم زي عشان ما الموضوع ده قال الفرصة لو ما دقت بابك ابني لك باب، احتمال امريكا يكون ما في باب ثاني. طيب في حتة فدي مهمة انا الفرصه ما داير افوتها، اللي هي الحتة بتاعت الريكروترز. يعني احنا جينا قطر، جينا السعودية، جينا الامارات ولا كده، في ناس بيقوم طوال يشيلوا السيرة الذاتية بتاعتهم يشوفوا الجهات اللي بتوظف وين يودوها لهم، عشان هو زي ناس تو سي في زين، بعدين يقوم يختصروا لهم ويظبطوا السيره الذاتيه بتاعتهم مقارنه بالهنايه. الناس تدفع لهم قروش بس ولا الجهه المشغله ذاتها بتدفع لهم قروش، ففي الجانب بتاع انا ده ممكن انا ادفع لهم قروش عشان سنه السيره الذاتيه بتاعتي يتاكدوا انها تمام وكده وبتاع ومال. هل الحاجه دي تنصح بها؟ هي انا بنصح بها للناس اللي ما عندهم القدره في ان هم يظبطوا، لانه برضه موضوع الكتابه ده بالمناسبه حاضر حار مو تعب وداير مهاره يعني، ما اي زول بيقدر بيكتب. وبيجي انت مرات شنو بتتعامل مع حاجه انت ما عارفها، يعني بمعنى يعني انت ممكن السي في بتاعتك تمشي لزول وممكن تمشي للسيستم، ايوه فانت مرات ما بتكون عارف يعني. وان كان حتى لو انت
عملت لها ابلود ولا كتبتها اصلا في تمبلت جاهز عندهم. انت برضو ما بتعرف انه الموضوع ده يعني حتكون السيستم هو اللي بيعمل البروسيس كامل، والله انه في زول بيطبع هناك بيمشي بيقراها يعني. مرات الوسيطه هو بيكون فاهم الحياه دي وبيقدر بيكتب، لانه اذا بقت سيستم، السيستم مرات بيفتش عن كلمات معينه، الافعال ذاتها بياض وصيغ بكذا، لو ما لقاها بيستبعدها طالب. ممكن ده هو تكون سيستم انت بتاع الاي تي اس الناس نفسك اللي على جايبين الاس بيه وسدار هاي. يس، اها او ممكن تمشي لزول بيفتش برضه عن حاجات معينه او ما عنده زمن، يعني السي في دي بيعمل لها سكان كده بس بعينه، لو لقاها مثلا اكثر من صفحتين ما بيدعها طوال كده مثلا، لانه كده. او مرات انت بتكون الزول بتاع هو مركز بيتكلم من خبرة عملية، انت زول يس مدير موارد بشرية. يس، نعم مرات انت متنظر زيها. لا في بس الحاجات دي بقت شنو؟ بقت يعني زي ما علم من الدين بالضروره كده، يعني بقت حاجات المفترض بيزكس، دي الحاجه اللي انا قلتها قبل بتاعت انه انت المفترض يكون ده جزء من الاويرنس العام اللي بيكتسبوه الناس من خلال مشاهداتهم وملاحظاتهم يعني. يعني انت الليله مثلا حتى لو السي في بتاعتك مشت لزول، انت لازم تفهم انه الزول ده بيفكر بأي طريقه. خد نفسك محلته، انت بتفتش لشنو؟ نحن كسودانيين اغلب السي فيز بتاعتنا بتحكي عن الدي تو دي اوبريشن اللي انا بعمله. ممكن يكون الريكروتر ده هناك مركز اكثر في الجوب دي عن مبادرات، عشان ده اشوف الزول ده مبادر ولا لا. انجازاتك، ما هو انا الليله ممكن لما يجي زول يقول لي والله يا اخي انا بعمل كده وبعمل كده وبعمل كده، بقول لك يا اخي دي البيزكس بتاعت الوظيفه اصلا. اي زول مفترض انه يعني انت عندك بكالوريوس بتاع محاسبه، اوتوماتيكلي المفترض تكون قادر تبوست الحاجات في السيستم، تعمل الغيد، الكريدت، الديبت، تعمل الاركايفنج، الفايلنج، دي حاجات بيزك اصلا. ادوك البكالوريوس كشهاده انه انت بتجيد الحاجات، لكن انا داير اعرف بعد ذاك انت انجزت شنو في الشغل. فبتبقى بتتحول السي في من انه هي زي تاسك اورينتد سي في كده لحته بتاعت اتشيفمنت، حققت كده، ساعدت الشركه في انه يحصل كده، ننقل السيستم من سيستم قديم لسيستم. ما هو انا محاسب يعني، ما اقول لك والله لازم انا بعمل اركايفنج وفايلنج وبعمل البوستنجز للكود، ما في ده ده شغل، شغلك. ده شغل يعني اصلا. لكن لا والله يا اخي انا طورت الشغل كيف عملت ما عارف شنو كده. فالحاجه دي مرات بتكون مختصره وبحاجات ممكن تكون اساسيه بتخلي السي في قصيره ذاتها، ما زي لما تكتب لي في كل وظيفه التاسك بتاعتك العشره. ما هو انا عارف ان انت كنت محاسب، فاوتوماتيكلي المحاسب بيعمل الحاجات دي، الاكونت مانجر بيعمل الحاجات دي، فالداتا بيكون فاهم تماما انه هو داير شنو. انت مهمتك هنا تعكس لك الكلام ده. تسيق السي في بانه عايز الحاجه اللي هو دايرها يلقاها سهله وعرفها، هي هذه هنا وظاهره هنا في الحته دي وما محتاج انا ادعم. لانه يعني انا في يوم من الايام كنت بتكلم مع زول شغال كان ماسك الريكروتمنت في واحده من شركات الاتصالات في السوق، فبيحكي لي انه هم كجزء من البوليسي بتاعتهم انه اي بوست او اي وظيفه المفترض يحصل لها اعلان في الويب سايت بتاعه وكده بتاع دي السياسه كده. قال لي عملنا الاعلان قدموا لنا زي 1000 وشويه، السيستم عمل كده، عمل البروسيس بتاع هنا يطلع مثلا في زي 500 ماتشنج ريكوايرمنتس بتاع. قال لما جابوا لنا ال 500 ما عندنا ال 500 سي في، يا اما تاني السيستم يحاول انه مثلا يطلع لنا 10 قصقص. طب15 كده يقصقص، او يا اما عادي يا اخي ما في زمن للكلام ده كله، بس بيفتحوا الباب كده يا شباب نحن عندنا الوظيفه الفلانيه، فلو في اي زول قادر تريكومند زول من اصحابه، زول من اقربائه من الدرجه الثانيه من كده، عليكم الله بكره يجيب لنا السي في بتاعك. الموضوع انتهى. سمع الله لنا الحمد لله. دي جزء من الحاجات مرات. وبالمناسبه هي دي ما في ناس كثيرين بيعتبروا انه الحاجه دي مش ما قانونيه ما اخلاقيه، لكن مرات اللي هو بسموه ريفيرال، ريفيرال. اي نعم يعني نعم الشركه بتكلم الموظفين. وبل بالعكس في شركات بتقول لك اول حاجه انا بفتحها داخليا، لانه ممكن في اي زول من اي قسم داير تشوف الكارير بتاعه يقوم يجي يشتغل في الوظيفه دي. ما في زول لمده اسبوع قدم انترنالي بنقول لهم شنو؟ اعملوا لنا البروسيس بتاعت الريفيرال دي، عندك جيرانكم ولد خطير جيبه، ولد خالتك ولد خطير جيبه، ما دام هيشتغل في قسم تاني. بعد ما ننتهي من الموضوع ده حتى بعد ذاك نفتح الموضوع ده شنو؟ نفتح الموضوع ده بابليك. للجمهور يعني. فدي عشان كده انت مرات ممكن تلاحظ انه في شركات كثيره مثلا ما قاعد تعلن ان بابليك، لانه الوظائف من التو ستيبس ده اتملت راحت هاي صحيح راحت.
صحيح. في صحيح. زول انور ده شغال اي تي لكن عنده خبره في السايد بتاع المانجمنت، اعلنوا هناك دايرين بروجكت مانجر او اي حاجه في المانجمنت، قام ايمن ده طبعا قدم قال يا اخي انا داير تو شيفت الكارير بتاعي. طب غالب ياخدوا ايمن بيحلات يمشي للجوب دي اتقفلت بيعينوا زول في محلته مثلا ممكن يكون يرقوه كده، او ايمن بيعرف زول جابه، فبالتالي ممكن الشركه دي تشتغل سنه سنتين ما تعلن عن وظيفه، وقايلين هي عينت ناس من برا لكن عينتهم عن طريق سيستم مختلف. وده يا اخواننا الحياة بتحصل مثلا، يعني انا في من خبرتي البسيطه في دول الخليج هنا، ده دي حاجات بتحصل. ما بتسمع بانه في وظيفه فاتحه، لكن بتسمع بناس يتعينوا، بس داير ناس يتعينوا بيكون ممكن في نفس القسم بتاعك ذاته، وانت الزول الخبير وانت الريفرنس واي شيء. ما في زول جاء قال لك اسمع تعال اعمل لي انترفيو للزول ده، ولا رايك شنو في السيره الذاتيه دي ولا كده، لانه النظام بيمشي بالطريقه دي. انت عارف في الريفيرال سيستم ده مرات الشركات بتدي الموظف اللي بيجيب زول كويس ممكن مبلغ يصل مرتب شهر مرتب شهرين، نعم يكون كجزء من الكومبنسيشن بتاع انه انت اللي هي بيحصل شنو؟ بيحصل انه الاورجنايزيشن في صعيد منها بتكون داير تحول القصه بتاعت الريكروتمنت ده، لانه كل الشركه من التوب مانجمنت لاقل زول كلهم ريكروتر. ف اي زول ممكن يجيب زول. يجيب زول اذا هو عارف انه الزول ده زول كويس، اللي فياخد يقول زول، لجنة الترشيحات. فبتلقى الشركه كلها اي زول لقى زول كويس بيجيبه. كده انت ذاتك بتضمن زي اللويالتي بتاعت الناس، وفيها اضافه بتاعت شنو؟ بتاعت انه انا اي ريكومند الشركه بتاعتي للناس اللي يشتغلوا فيها، لانه هي شركه، لانه انت لو زهجان ما بيجيب زول، صحيح، بتقول الناس خارجوا. تقول للناس خارجوا وتقول له لا 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 انا نازل، لو قدمت معاهم يا اخي حيتعبوك. فانت لما تجيب سي في بتاعت قريبك اخوك وخالتك زول معاكم في الحله، اوتوماتيكلي انت هنا بتعمل شنو؟ بتعمل ريكومنديشن للشركه بتاعتك انه دي حته بيئتها تمام ايوه مرتباتها تمام وانا فخور بانه انا شغال فيها، فبالتالي يا اخي تعالوا شنو؟ تعالوا اشتغل. بتقوم الشركه في المقابل لانه انت بتساعد كده في الماركتينج، بتساعد في انه تخلق صوره كويسه على الشركه، بتجيب لنا ناس لانه الريكروتمنت ده ذاته عنده كوست. كوستا. اي نعم اي فانت لما تجيب لي زول كده والسي في بتاعت زول تديني جاهز. ريكومنديشن جاهزه، بقوم طالب اقول لك عادي ده مرتب 5000، والزول ده لو قدم على الثلاثه شهور الاولى وباصه بديك ثاني مرتب 5000، ولو قعد سنه بعد السنه بديك ثاني مرتب شهر كده العفو العافيه. دي بتحول الاورجنايزيشن كلها لاورجنايزيشن شنو شغاله في السايد بتاع الريكروتمنت. عشان كده احنا مثلا في الشركات بتلقى مرات حتى لو ما حولنا الاورجنايزيشن كلها، مثلا من المستوى الاشرافي بنكون خاتين جزء مثلا من الاكاونتابيلتيز بتاعت الناس، اي زول مثلا وصل مشرف وانت طالع لفوق لحد التوب مانجمنت، جزء من الاكاونتابيلتي والريسبونسابيلتي بتاعتك تعين تدرب. دي ساق قاعده كده في الوصف الوظيفي بتاعك، مما تيجي تقول لك انا بتاع اي تي لكن مدير مثلا، اهم حاجه شنو؟ بقول لك اول حاجه مهمه بتاعتك توظف تدرب، لانه ده الثيم بتاع الاورجنايزيشن كله كده في الحته دي، انه اي زول يعني ما تقول دي مهمه ناس اللي اتش ار ولا دي ما بتاع، انت مهمتك الاساسيه تجيب ناس كويسين للشركه، وانت مهمتك الاساسيه تدرب الناس دي، لانه انت زول خبره من الليفل ده بتاع انت مشرف، ده معناته زول خبرتك كويسه وصلت تدرب الناس. This is ABC بتاعتك، فما تيجي تلوم زول بتاع انه والله ما جابوا لنا ناس كويسين، والله ما في خطه بتاع التريننج، مسؤوليتك في اي قسم، فما تقول له اتش ار ولا دي الناس الثانيه. فدي من الحاجات المهمه شديدا اللي المفترض انه برضه الناس شنو؟ تنتبه لها، اللي هي حته انه انت برضه تفكر بانه الشركه هناك عايزه شنو؟ السي في المفترض تكون فيها يعني تفاصيل، وما تزعل في حته انه والله يا اخي انا ما تعينت وكده، لانه انت زي ما قال ايمن جبال عندك هوم ورك كبير شديد محتاج انه تعمله، والنتورك بتاعتك يا تعبانه. اخوانا بالنسبه لانك تفتش عن الشركات وتعمل الهوم وورك اللي ذكرها ايمن وسال منها فارس، تحيه لك يا فارس مصباح. طبعا يا اخوانا في حاجه اسمها محرك البحث بتاع جوجل وبينج وكوبايلوت، كل اللينات دي، واسي كمان بقت في النماذج اللغويه الكبيره اللارج لانجويج مودلز، شات جي بي تي وجوجل جيميناي وغيره. ده اللي بتساله يا اخوانا، انا والله مهندس ميكانيكي، ده البروفايل بتاعي، دي السيره الذاتيه، ارفعوها لي شوفوها عندكم. انا دار اشتغل في الخليج في الحته الفلانيه، ده الوصف الوظيفي بتاع الوظيفه الدائره، هل السيره الذاتيه بتاعتي متناسبه ولا لا؟ كده اعمل لي ماتش بينهم. بعد ذاك بنسال اسئله ثانيه، سوق العمل في الاندستري ده شكله كيف؟ ديل ما جاوبوا لي بمشي مواقع زي ناس انديد، زي لينكدين، زي ناس جلاس دور، دي كلها مواقع
وفي منتديات كثيره فاتحه يا اخوانا. بمشي اسال يا اخوانا رايكم شنو في الشركه الفلانيه الفلانيه، وظيفه بتاعت مهندس في الحته الفلانيه الراتب بتاعها بيكون كم، التجربه بتاعتكم رايكم فيها شنو. في ناس كتار جدا بيجاوبوا ليك بيدوك الخبره بتاعتهم، مواقع زي كوره، كوره بتاع الاسئله والاجوبه، اي سؤال بتطرحه هناك بيجاوبوا لك الناس دي. يبقى الهوم وورك بتاعك اللي بتعمله في انك انت تمشي المواقع دي قبل ما تسال انور ولا عمر ولا فارس ولا ايمن ولا اي زول بتعرفه. يا اخي عندك موارد ما بتحوجك لزول تساله. ما تسال الناس دي، امشي اسال الريسورسز الموجوده عندك، الانترنت والمواقع دي كلها، وبعدين من هناك قول والله يا اخي الناس دي جاوبوا لي لكن بس الحته دي ناقصه ليه؟ تعال وروني انا اسوي فيها شنو؟ مش كده؟ وبس الثقافه طبعا. هي المشكله الثقافه، احنا عندنا الكلام ده مشكله كله بتاع ثقافه ثقافه الثقافه، ثقافه. يس عندنا مشكله بتاع ثقافه كبيره شديد. يعني مثلا انا الكلام اللي قاله الدكتور انور حسين مثلا زي باس جلاس دور ديل في بريطانيا مؤثرين للدرجه دي، الشركات بتخاف منهم. جلاس دور ده يا اخوان يعني باب شفاف بيتعامل بهناك في شنو؟ الموقع ده بتي انا بكون شغال في مؤسسه محدده، المؤسسه دي بكون بمشي اكتب عنها من غير ما يعرفوا انا منو. بقول انه والله دين عندهم اسوأ موارد بشريه في الدنيا، ديل ظلموني وقالوا كده وعملوا كده وعملوا، في مدير اسمه كده الله لا يجيب باقيه الى يلا في بكل 10 التفاصيل. ثانيين بيكون عندهم نفس التجربه، بيقوموا يعملوا ريكومنديشن اوتوماتيكلي. انت ممكن تطلع من تصنيف انه انت احسن بيئه مثلا بتاعت يدمروا الشغل، مستقبلك الوظيفي. يدمروا مستقبلك. في شركات كثيره مثلا بنعرفها مثلا سواء كان في السودان ولا برا، تلقى في زول تجي تحدث تقول له تعال اشتغل في الشركه الفلانيه دي، يقول لك لا في الشركه دي والله ما بشتغل. لانه يا هو نفس الحاجه اللي قاعد تحصل في جلاس دور دي، انه في زول بيخش هناك بيكتب التجربه بتاعته، في 10 تانيين بيكتبوا نفس التجربه، الناس طوال بتبدا شنو تقول لك والله كده. دي لو ربطوها مع الكلام الاول اللي قلناه بتاع العمر، في زول ممكن يكون مجاسب داير هسه خبره بتاعه بالضغط بيمشي بيشتغل مع الناس دي. لكن زول وصل لمرحله بتاع خبره معينه وحاجات معينه بيقول لك انا ما بشتغل معاه. بعد شويه بتلقى انه الشركه دي اتصنفت ضمن اسوأ بيئه بتاعت عمل انت ممكن تشتغل فيها. وطبعا الناس لو بتقرا مثلا اليابان كوريا ما عارف شنو، بتلقى اعلى معدلات الانتحار بتاعت الناس اللي هم موظفين. صحيح. الناس دي بلغه الحرب الايام دي بيتبلوا كده لما يوصلوا مرحله كده بتاعت انه زول ينتحر بس، او انه اغلب الناس دي شغالين بياخدوا في ادويه بتاعت اكتئاب وضغوطات نفسيه كثيره جدا جدا. ففي مرات انت بتجي تقول والله يا اخي انا الشركه دي ما طالع منها مرتباتهم ما كويسه بتاع، لكن فيها بيئه كويسه. كويس نعم باقي لموضوع الكلشر، انه احنا فعلا ما قاعدين ندي ريكومنديشن، ما عندنا شفافيه عاليه مثلا في الشركات، فبالتالي انت لما تيجي تطوق في الحيطه كده حتتبقى منه القصه دي ما ياها. وموظفيننا ما قاعدين يدوا الفيدباك صحيح البروبر البروبر، وما قاعدين نفتش، ما بنعمل الهوم ورك بتاع نسال واحنا المفترض انه نشتغل وين وكده. لكن طبعا برضه مرات بيكون في الجانب الاقتصادي الضاغط اللي بيخليك انت ممكن تقبل باي داير اي اي شيء بس داير اي شيء. عشان كده بنلاقي نفسي مثلا في الخليج مرات كثيره بتلقى في سودانيين شاكل كفلاءه، شاكل مديره، مديره نعم بتصل لمرحله الضرب مرات انه الناس تضارب. دي كلها الضغوطات بتاع شو، احنا ممكن نقول كسودانيين مرات بننفس شويه من الحاجات دي، لكن مثلا في دول العالم الثاني دي الناس دي بتكتم كده. يعني لما الناس تمشي تنتحر او تلقى زول عايش فتره طويله شديد ب ديبريشن بحبوبه ديبريشن كده اه بتاع بحبوب وكده يعني. نعم فلكن الحته دي نحن اعتقد واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، انه يكون في زي جلاس دور ده في السودان، الناس قادره تكتب ريكومنديشن بتاعتها، الناس قادره تفهم ذاته السالري رينج في الحتت ذاته ماشي ماشي كيف، شكله كيف والناس قادره تغير الكلتشر بتاع انه انا المفترض افتش عن الوظائف كيف، افتش عن الحته الكويسه كيف، اكتب انا ذاتي، اسال النتورك بتاعتي، اسال اصحاب، أسأل عشان انا اكون شنو مش ابديتد بس، لا قادر اتخذ صحيح القرار الكويس واقدر اتحرك في المساحه اللي انا يعني شايفها وفاهمها. مرات كثير احنا بنكون متحركين ساعة، يعني بتقدم للشركه وممكن تقدم استقالتك من شركه وتمشي تشتغل في الشركه وتكتشف بعد ذاك انه ما انت في فرق او ده خطا كبير شديد. انا افضل لك يعني انه انا اشتغل دي في حاجة الشركه وقعوا كده. فيها ناس كتار جدا. يس طبعا يا شباب يا اخوان عمر جاني زاير، وجاني زاير في وقت يعني قصير، وهو مسافر بكرة إن شاء الله، وأنا قمت اتنازلت عن حقي أنا في عمر كصديق ويعني زول بيننا عامرة لصالحكم أنتوا، لصالح الناس اللي ممكن يستفيدوا من اللايف ده من المقدمين لوظائف وغيره وغيره وغيره.
لكن في اي اسئله كده اي يعني ممكن. في بعض الاسئله، بس السؤال بس اللينك بتاع الزوم ده وين؟ انا عارف يودينا، فبالتالي ما عندنا له طريقه. اللينك بتاع الزوم في زوله سالت اللي ماجدولين، سالت من الوظائف شيخ الاكاديميه. هلال يا اخي اي والله هو التحيه اللي لهم. معنا هناك، طيب فنتلاقى ان شاء الله في السودان. بارك وصحتك. احمد مامان بيسالك من وضع شهاده الماجستير في السي في. في ناس بتقول اصحاب العمل بيتحاشوا الدرجات العليا بالنسبه لمهن الجوده، التحليل الكيميائي، الانتاج الدوائي والاغذيه والتشغيل والى اخره. هو شوف، دي من الحاجات اللي انا بقول انه انت لما تعمل التحديث بتاع السي في بتاعتك المفترض يكون على حسب الجوب ريكويرمنت. بالضبط. الناس دي كاتبين دايرين بكالوريوس، اكتب البكالوريوس بتاعك. الماجستير هنا بيعتبر بس عباره عن، هم مرات بيكتبوا دايرين بكالوريوس، لكن لو يتلقى ماجستير افضل. أفضل. لكن احنا في السودان تحديدا او اغلب القطاع الخاص، الحاجه دي ما بتفرق، لانه هو بيعتمد على مقدار المعرفه اكثر من الشهاده. لانه ممكن يكون معرفتك انت كحامل ماجستير عند زول عنده بكالوريوس. الحاجه دي كانت مؤثره زمان في القطاع الحكومي، لانه انت بتاخذ عليها بدل. انت جبت ماجستير شهاده خدتوها لك في الفايل كده، مرتبك زاد 20%. جبت دكتوراه مرتبك زاد كده. في القطاع الخاص الكلام ده ما في. فبالتالي ما لم يكون مطلوب من الجهه انه عايزين ماجستير، فانت كتبته ما كتبته نفهم. ما فعل. بيفرق في حته واحده ما عندها علاقه بالجوب في حد ذاته. بيفرق في انه انا كريكروتر بقدر بميز في انه ده اتخرج سنه 2000 وما زاد البكالوريوس وما عمل اي شهاده، وده اتخرج سنه 2000 وعمل ماجستير وثلاثه شهادات وكده، بيوريني في فرق بين النفرين دي. ده بطور نفسه ده براحته، بطور نفسه، ممكن ما يحولني انا ذاتي لانه انا اطوره، لانه هو كده بقلل لي تكاليف يس التريننج. بيوريني لدرجة درجه هو منضبط ذاته وقادر تو انفست في نفسه وعارف انه عنده هدف داير يصل له. يلا زي ده، انا طوالي بقول ده ككاركتر كشخصيه افضل منها، اوكي. افضل منها. لكن طبعا هي ذاتها مرات بتكون شنو في السودان، يكون زي ما دار الحياه دي يكون قال لها انت بدل ما قاعد عاطل خدها فعلى حق الماجستير، قال لها انا قال لها مش اقرا، اقرا لك ماجستير. طيب ويكون زاد لو سالته قلت له يا اخي انت قريت الماجستير ده ليه؟ يقول لك والله انا كنت بس قاعد كده، قالوا لي يا اخي اقرا الماجستير قمت قريته. دي الحاجات اللي بتعرفها بعدك في الانترفيو. لكن دي هسه اللي هي علاقتها مع مثلا خريج مثلا بتلقى في الجراديويت ديفلوبمنت بروجرام اغلبها بيكونوا دايما دايرين مثلا خريجين الدرجه الاولى وخريجين الدرجه الثانيه مثلا الفيرست، الفيرس سايد. مع انه مرات ممكن يكون في زول خريج بالدرجه الثالثه وانا خريج بالدرجه الثالثه احسن من ذاك. لكن الفكره شنو مرات انه ده بيديك انديكيتر دقائق يا اخوان، الحته ينجي فيها عمر دغري دكتور في الموارد البشريه ومدير موارد بشريه. انا خريج الدرجه الثالثه يا اخوانا، وده استاذ مساعد في الجامعه وباحث، واموري طيبه جدا جدا. الناس اللي تخرجوا بالدرجه الثالثه ما تفتكروا انه نهايه العالم. ناس الدرجه الاولى عندهم حته يشتغلوا فيها، الدرجه الثانيه عندهم حته، والدرجه الثالثه قلنا احنا ترى انا قاعدين يعني. واصل يا عمر معلش. هي بس مرات بتديك شنو، انت لما تيجي تقول ده زول خريج الدرجه الاولى بتديك انه زول منضبط مثلا، ملتزم كان بقرايته، مجتهد مثلا. المهم معايير كده انت من خلالها بتقدر تقيم شخصيه الزول. لكن ممكن يجيك في الانترفيو ويجيك معاه زول خريج الدرجه الثالثه، تفضل تختار ده حصل لنا ده. خريج الدرجه الثالثه يعني، لانه انت بتفتش غير السايد التكنيكال ده في حاجات تانية. ودي الحاجات المفترض انه برضه انت تقولها للناس. الكلام اللي قاله ايمن جبال بتاع الاستحقاق، يعني انت مرات ممكن تكون مقفل المجموع في السايد التكنيكال ده اللي هو تخصصك، لكن شخصيتك منتهيه، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك منتهيه، ما بتقدر، التيم ورك بتاعك منتهي، حلك للمشاكل منتهي. ممكن تنفع ك اللي هو بنسميه شنو انديفيديوال كونتريبيوتر، يعني زول يجيبوه يقفلوه كده في مكتب ويخلوه براو ويدوا له شغل ينجزه، لكن ما يتكلم مع اي زول. لانه مرات في ناس لو بيجوا زي بيشتغلوا في كروس فانكشن كده بيتعامل مع ده، ده ممكن يجوط الحته وممكن يبوظ علاقات الناس مع بعض وممكن كده. فده بتكون تعزله، تعزله براو. والحاجه دي بتلقاها مرات برضه كثيره ما بالسلبيه دي، مثلا الزول اللي بيجي بيقول لك والله انا بس مهندس، بس يقعد 100 سنه مهندس، ممكن يمشي ياخذ مرتب عالي جدا جدا لكن هو مهندس، لكن ما ينفع يدير ناس،
ما ينفع اتكلم مع ناس في مختلفين. مختلفين، ما يقدر توليد تيم كده. الريكروتر ده مرات بيحتاج جانب شهادتك وانت مظبط امورك، بيحتاج لحاجات ثانيه، بيكون شايف فيك انت ممكن يوم من الايام تبقى مدير. انت هتتكلم مع، انت بتاع الحسابات، هتتكلم مع ناس الموارد البشريه، هتتكلم مع ناس اللوجيستيك السبلاي تشين البتاع هناك. فلو ما بقى عندك ليفل معين بتاع كوميونيكيشن وشخصيه بتاع هناك، لا هاخدك في كاونتر هتتعامل مع جمهور وكاستمر. اذا الحاجه دي ما عندك، القصه دي ما بتاع، محتاجين لزول بينتبه للتفاصيل بشكل معين، ما عندك القصه، ما قصه عندي شهاده واخد الدرجه الاولى في كده، لانه الجامعه ما بتعمل تيستات لباقي نعم، المهارات الحياتية. للمحارم الحياتي. قال وكم من نجيب في تلقي العلوم تلقى الحياة ولم ينجبها، مش بس كده؟ دي، الشوقي وهي دي طبعا واحده من مشاكلنا في الجامعات السودانيه، انه انت ما بتركز مع النشاط المصاحب، بتركز مع الاكاديميات بس، بتلقى نفسك خرجت طبعا. تخش برضو رابع. الحتة ده ممكن اتكلم فيها كثير يا اخوانا، لانه يعني الاكاديمية ساعتها ما بقت شيتات بكل اسف، يعني قصة الكتاب من الغلاف للغلاف ده، والامتحانات الاوبن بوك والمعارف، الحياه دي كلها ما بقت قليله مع التسارع بتاع الحياه والتوسع بتاع التعليم العالي الافقي والى اخره. فحتى الدرجه الاولى ذاتها بقت فيها كلام كثير جدا، مع انخفاض مستوى التعليم والمؤشرات. ده الكلام ده بيسوقني للاجابه للسؤال للاخت ماجدولين، سالت عن الوظائف الاكاديميه. الوظائف الاكاديميه معظم دول الخليج يا شباب، اللي بالنسبه للاكاديميين والباحثين جملانا يعني جو الخليج هنا، ده معظم الجامعات والدول دي لانها عندها امكانيات بتبحث عن الجوده، بتبحث عن التصنيف الاكاديمي العالي، انها موقعها وين، الرانكينج بتاع الجامعات بتاعتها وين. فبكل اسف بيلقوا الجامعات اللي تخرجنا منها في السودان، بكل يعني مع كل الاحترام والتقدير والمحبه لكل جامعاتنا في السودان، كل المؤسسات، لكن ما موجوده في الرانك بتاع الجامعات الاولى في العالم. لذلك ما بيختاروا الناس الاكاديميين اللي كانوا شغالين فيها في الظروف الاسي حاليه دي، يعني يجيبوهم هنا ده عشان يشغلوك. يعني مثلا استاذ كان في جامعه، في اي جامعه في السودان، عشان يجيبوا جامعه قطر مثلا يدرس، لا سوداني لكن اتخرجت من امريكا، اتخرجت من انجلترا، اتخرجت من استراليا، من المانيا، في الوقت ده بيقوم بيفتحوا لك فرصه. ليه؟ لانك انت هتنقل خبره، والرانك بتاعك وابحاثك وحاجاتك وتدريبك ده هتعكسه لهم في شغلهم. فلانهم طبعا عارفين يا اخوان احنا ممكن اي شهاده بتاعت خبره ممكن تطلع من اي مؤسسه، يعني الا من رحم ربي والى اخره. ونحن اخوانا والله طبعا الكلام مع عمر ما بيخلص، يعني عمر ده انا داير يقعد هنا، ده اتونس مع عمر ده ليه يروح الحلوه دي، لكن الكلام ما بيخلص. نحن ان شاء الله يكون دي يعني احنا اول لقاء بنحكي لنا مع عمر. 10 دقائق ربع ساعة، اي والله يا سيدي جريره، والموضوع جرى يعني. العيشه بعد توصل لي وسي وين دي جماع. فكتر خيركم كثير يا اخوان، احنا اللي سعيدين جدا جدا بانه شفنا اسماء الناس بتوع السودان ستارت اب هب، يعني جو ما شاء الله مرقوا يعني كلهم. الله يديكم الصحه والعافيه وكثر خيركم كثير، وان شاء الله ان شاء الله عمر يعني في المره الجايه نعمل الليله ذاته، جربنا لاول مره لو شايفين الانعكاس في النظارتين هنا ده، في اضاءه جديده جات نزلت السوق هنا اخواننا، وان شاء الله يعني يكون فيها لايفات وفيها حاجات تقدر تفيد الناس. والله من وراء القصه، شكرا شكرا جزيلا لكم، لكم يا شباب، شكرا، يديكم الصحه والعافيه مع عمر، ان شاء الله السلامة. ربنا يوصل بالسلامه يعني. اللهم آمين، الله وكل يكرمك سنة يا وأنتم رب، طيبين وعيد سعيد ومبارك عليكم. ان شاء الله ربنا يصلح الحال في بلدنا يا رب. اللهم آمين، يلا في رعاية الله، السلام مع عليكم. السلامة.